كم زملائي ويسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. موضوع فقرتنا لليوم يثبت بأن الفئة الشبابية في محافظاتنا الجنوبية قادرين على النجاح بتصميم وإرادة من خلال مشاريعهم الريادية. اليوم الدكتورة بسمة بيوتي استطاعت زراعة الألوفيرا بداخل منزلها واستخلاص من هاي النبتة العلاجات الطبية والتجميلية والعلاجية. تفاصيل أكثر كونوا معنا بهاي الفقرة. تخرجت من الصيدلة، دورت شغل، ضليت سنة كاملة أدور شغل، ما لقيت شغل أبدا. فبدأت مشروعي بنفسي، رحت أنا للشغل، ما استنيت الشغل يجيني، بديت مشروعي والحمد لله نجح معايا ومستمرة الحمد لله، رغم كل التحديات اللي واجهتني، رغم الحرب الأخيرة على غزة ضرر معملي بشكل جزئي، صار تلف في المواد الخام، رغم جائحة كورونا أثرت على المبيعات عندي بشكل كبير ووقفت حركة المبيعات عندي، رغم الحصار اللي بنعيشه في منتجات كتير مش قادرة إني أعملها لأنه في مواد خام كتير ناقصة. في مواد في النيلة المغربية، هاي من المغرب بستخدمها في كريمات التفتيح. في مادة اسمها تيا، هاي بتعمل الكريم بساعة واحدة، أنا بدونها بقعد في الكريم 5 ساعات أعمل فيه. لو موجودة يعني حيسهل علي وقت وجهد كتير. الألوفيرا كانت نبتة الجمال في الماضي لكليوباترا، كانت تعتمد عليها بشكل كلي، تستخدم في كريمات التفتيح، في كريمات حب الشباب، في شد ونضارة البشرة وتنعيم الشعر وتكثيف الشعر، يعني فوائدها كثيرة للبشرة والشعر. زرعت الألوفيرا في مزرعة بيتي واستخدمت مخلفات الإنسان اللي هي قشور البرتقال وقشور الرمان واستخدمتهم في خلطات التفتيح. زرعت شجر الألوفيرا حول المستنقعات في المواصي لاستخدامه في زيت الشعر وتركيبات البشرة. استخلصت نبات السعد من الأراضي المزارعين اللي بتدور المحاصيل الزراعية. أنا عملت التركيبات هاي بناء على الدبلومات اللي درستها، وفي منهم براءة اختراع لي، في بحث مطول وتوصلت لهاي التركيبات. الناس الحمد لله استفادت كتير على التركيبات، الفيدباك جدا رائع وانشهرت بفترة كتير قصيرة، صارت الناس تشوف النتائج على بعضها، صارت الناس تدل بعضها علي من غير أي إعلان، الناس صارت تجيني لوحدها. براءة الاختراع عبارة عن كريم مانع لإنبات الشعر في الجسم الغير مرغوب فيه للسيدات. أنا بعد بحث مطول وبعد خبرة وعلم واسع لقيت إنه هاي نبات السعد بيستخدم في هذا في تقليل الشعر، فجمعته من أراضي المزارعين واستخدمته في هذا الكريم. أنا عندي ما يقارب 50 منتج علاجي وتجميلي، منهم منتجات لعلاج الأمراض الجلدية، منتجات لتقوية المناعة، للتنحيف، للتسمين، لتفتيح البشرة، تفتيح الجسم، للشعر، للجسم، لكل شيء. ماما تعرضت لحروق من الدرجة الأولى في وجهها وصدرها وإيديها، طبقت عليها تركيبة من اللي تعلمتهم في معمل الصيدلانيات والحمد لله تعافت بشكل كلي، وهالشي شجعني أني أبدأ في مشروعي. في بنت طفلة عمرها 12 سنة كلمتني والدتها بخصوص مرض ثعلبة في راسها، أعطيتها خلطة لتقوية المناعة وأعطيتها زيت لإنبات الشعر والحمد لله الشعر نبت عندها بشكل طبيعي وتخلصت من الثعلبة وعالجت حالات كلف، تخلصوا من الكلف خلال 2 أو 3 شهور والبشرة صفيت. يعني منتجات التخسيس في صار خسسان تقريبا 20 كيلو 15 كيلو أغلب الزبائن.
ثقة الزبون فيا من خلال أني أنا زرعت أنا زارعة بنفسي الأعشاب اللي بستخدمها في منتجاتي، فهم حيفهموا أنه جودة المنتج بتعتمد على جودة الأعشاب الموجودة، فحيثقوا في المنتج، حيشوفوا الفيدباك، حيشوفوا التجارب الإيجابية على قرايبهم، وحيجوني من نفسهم. أنا بعد ما تخرجت دخلت في مرحلة يأس وحزن إحباط، كان والدي مريض، كان بما أني الكبيرة كانت المسؤولية وقع علي أنه لازم أنا أنشل أهلي من الوضع اللي هم فيه، لازم أني أحسن الوضع الاقتصادي عندهم. أنا تخرجت بالجامعة، من الجامعة بالعافية يعني تخرجت، إخواتي هلقيت جامعة الحمد لله أني قادر أعلمهم، صرت مصدر الدخل للأسرة، زدت شهرة ونجاح في المجتمع. بالنسبة للشباب اللي تخرجوا ما يقعدوا، ما يستسلموا، يبدأوا بأي مشروع، يدوروا شغل حتى لو مش قادرين أنهم يبدأوا مشروع، في مؤسسات كتير بتدعم في القطاع، يتوجهوا لأي مؤسسة ممكن تدعم أفكارهم، تنمي الأفكار عندهم وتدعمهم ماديا ومعنويا. ما حدا ييأس أو يوقف، خلي دايما في أمل أنه أنا حنجح، أنا حصير، إنه ما أقف في المكان اللي أنا فيه، لازم أتطور. وبهيك مشاهدينا الكرام قدرت الدكتورة بسمة أبو مصطفى إنها توصل بمشروعها الريادي إلى القمة والنجاح من خلال المثابرة والاجتهاد ومن خلال العزيمة والإرادة. ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، من خلال مشاريع ريادية فعلا أثبت شبابنا في محافظاتنا الجنوبية إنه قادرين على خلق فرصة عمل من لا شيء. وبهيك وصلنا إلى ختام فقرتنا الصباحية، عودة إلى الزملاء في استوديوهات رام الله.